السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده. الغزالات ديالي اليوم جبت لكم واحد الكيك زوين واقتصادي وسهل وبالكريمه. مهم اول حاجه غنبداو الكريمه ونخليوها تبرد. كنحتاجو جوج كاس ونص ديال الحليب، كنحتاجو بيضه، كنحتاجو جوج معالق ديال المايزينا او النشا، كنحتاجو السكر على حسب الذوق جوج معالق، كنحتاجو قشور حامضه. ممكن نخويو الحليب في واحد الكاسرونه ومن بعد كنزيدو عليه السكر جوج معالق كبار او لا حتى ثلاثه، المهم كيبقى السكر على حسب الذوق. من بعد تنزيدو جوج معالق ديال النشا او المايزينا او كريم باتيسير، المهم اللي عندكم البنات. من بعد كنزيد قشور حامضه وكنزيد بيضة وكنخلط دابا كلشي مزيان، عاد كنديرو فوق النار. من بعد ما درتو فوق النار دابا غنبقى نحرك مزيان باش ما يعقدش ليا ويبقى ليا داك سميتو لتحت. دابا غنضيف جوج معالق ديال الليمون او عصير البرتقال، غنضيفهم مع التحريك. هانتوما من بعد ما ضفتهم كنحرك مزيان، يعني قرب يعقد، راه بدا كيعقد، يعني راه عقد عاد. من بعد ما عقد دابا طفيت عليه النار وغنضيف معلقه ديال الزبده وغنخلط، يعني هو باقي سخون، غنخلط بجدو بديك الزبده مزيان. دابا من بعد ما حيدتو درت ليه بلاستيك غذائي وغطيتو حتى يبرد. دابا البنات غنصايبو الكيك ديالنا، كنحتاجو فيه جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، السكر نص كاس او لا كاس ما عامرش، المهم كيبقى على حسب الذوق، جوج كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الليمون، عصير البرتقال، قبصة ديال الملح وجوج خمارات. وندوزو نخلطو دابا المكونات. كناخدو واحد الإناء وكنديرو فيه جوج بيضات وكنديرو فيه السكر سنيدة وكنزيدو قبصة ديال الملح، أي كيكة البنات ضروري قبصة ديال الملح. دابا غنخلط المكونات مزيان حتى يتجانس داك السكر والبيض مزيان، عاد من بعد نضيف المكونات. من بعد ما خلطت هذوك المكونات مزيان، البيض والسكر، البنات ممكن تخلط بالخلاط اليدوي، بالخلاط الكهربائي، بالذره الكهربائي، اي حاجه عندكم، اي حاجه، ممكن غير فرشات وتخلط الكيك، اي حاجه. مهم دابا من بعد ما ضفت الزيت وضفت عصير الليمون نخلط مزيان، غيبقى ليا غير الدقيق والخميرة. ضفت دابا كاس ديال الدقيق وجوج خمارات، ضروري نغربلو الدقيق والخمارات. هانتوما البنات، المهم ها هو الكيك ديالي من بعد ما درتو، راه ما كملت جوج كيسان. المهم ديما الدقيق كيبقى على حسب الخليط، حيت كيبقى على نوعيه الدقيق كيفاش داير وعلى حسب البيض كبيره ولا صغيره. المهم البنات كتاخذوا اي مول عندكم وكتدهنوه بالزبده وكترشوه بالدقيق. المهم انا خديت هذا المول هذا. المهم دابا غنخوي الخليط، هانتوما كتهزوا ضروري الفوق باش يتخوى الخليط. المهم غنخوي الخليط. من بعد ما خويت الخليط ديالي في المول دابا غندوزو للتزيين والكريمه بردات. المهم غنحتاجو رقائق اللوز. المهم من بعد دابا البنات غناخد الكريمه وغنديرها في جيب حلواني، اولا ما متوفرش عندكم جيب حلواني ممكن تاخدو بلاستيك غذائي وتديروها فيها. المهم المهم كتضيفو خط فوق خط حتى كتبان لكم الكريمه مزيان.
دابا غنزوق برقائق اللوز، هذوك البلايص اللي بقاو ديال الكيك. المهم غنزوق برقائق اللوز غنحط فيهم. البنات سمحوا لي بزاف على التصوير، كان يعني غير شاده التليفون بيد وكنصور بيد، يعني ما كرهتش انني نبين لكم المراحل كثر ونبين لكم الطريقه كيفاش، ولكن هذا هو الشكل النهائي. دابا غندخلها للفران ومن بعد نتلاقى انتما البنات. هيا من بعد ما خرجتها من الفران، يعني باقا سخونه بحال خرجتها، هانتما الكيك من بعد ما بردت شويه، يعني غنحيدها دابا من المول. هانتما الغزالات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كيجي زوين بزاف البنات، بزاف بزاف بزاف، كيجي هشيش وكيجي داك الوسط ديالو الكريمه، كيجي زوين بزاف، غير جربوه غيعجبكم. المهم ندوز دابا البنات نقطعوا الكيك ديالنا باش نوريكم كيفاش كيجي. المهم دابا انا غنقطع الكيك باش تشوفوا كيفاش كيجي. كيجي هشيش ورطب زوين البنات، زوين، غير جربوا على حسابي. هانتوما البنات من بعد ما قطعت الكيك ديالي كيجي زوين بزاف، كتجي ديك الكريمه الوسط كيجي غزال. البنات ما تنساوش لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه تشترك. المهم الغزالات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. هانتوما كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف وبنين وكيجي هشيش رطب، يعني زوين البنات، غير جربوه وردوا عليا في التعاليق. هانتوما كتشوفوا الكريمه كتجي ديك الكريمه زوينه بزاف صراحه، بنين واعر.